بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ نعم. بداية راجعنا الدرس السابق ثم أخذنا القسم الثاني وهو المسائل الثلاثة. قلنا لا بد أن تفرق بين الأصول الثلاثة والمسائل الثلاثة. الأصول الثلاثة باختصار أسئلة القول. قلنا أخذنا اختصار المسائل الثلاثة. من يذكر من اختصر المسائل الثلاثة؟ المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والأسماء والصفات. أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. أن الله خلقنا هذه ما في تنكد الأسماء والصفات. هو الخالق والرازق ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. هذا كله توحيد الربوبية والأسماء والصفات. نعم. المسألة الثانية توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه تعالى بالألوهية. المسألة الثالثة البراءة من الشرك والكفر. كيف تكون البراءة من الشرك والكفر؟ البراءة من الشرك والكفر يكون بالقلب والينبوذ واللسان إني بريء مما تعبدون والجوارح. فتح الله عليك. طيب ثم بعد هذا أخذنا على القسم الثالث. نعم نعم أخذنا قبل الله تعالى عرفنا التوحيد لغة ما استطاع أحد الشيء إذا جعل واحد. وقلنا لا تهتم من التعريف إنه قد يأتي بعض الناس يقول لا هذا التعريف خطأ. قل اترك هذا التعريف إنه تعبد الله سبحانه وتعالى الشرع شرعا هو إفراد الله سبحانه وتعالى المختص من ملاك الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. تعريف توحيد الربوبية. من يعرف لي توحيد الربوبية؟ نعم هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. إفراد الله سبحانه وتعالى بالأفعال. فتح الله عليك. توحيد الألوهية. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد وسمى توحيد الألوهية توحيد العبودية توحيد العبادة. طيب الثالث هذا لا نستطيع غدا إن شاء الله تعالى بيننا وبينكم اختبار. نجحتم في الاختبار معنى هذا أنكم وافقتم على الشروط. إذا لم تنجحوا فإذن إما الموافقة أو المفارقة. فالمفارقة لعلها تكون أحسن. نعم ما يصلح إخواننا ما يصلح ما نعرف تعريف العلماء. أرجوك عامي لا إشكال. اسمع يا أخي إذا وجدت عامي لا إشكال. جاءت عامي وقال أنا ما أعرف الأصول الثلاثة ولا أعرف هذه المسائل ولا أعرف تعريف التوحيد، لكن أنا مقر أن الله هو الخالق الرازق المحيي والمميت المدبر، وأنا لا أعبد إلا الله، كل عبادة لله، الصلاة والصيام والحج والزكاة وغيره. وأنا أقول إن الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات، أثبت له كما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه، وكما أثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول لهذا لابد تتعلم؟ لا، لكن أنت طالب علم لابد تعرف هذه الأمور. جاءنا وقال أنا لا أعرف شروط الصلاة وأركان الصلاة ولا واجبة الصلاة ولا مبطلات الصلاة. أقول قم صلي، قام وصلى. الصلاة صحيحة بشروطها وأركانها وواجباتها وانتبه عن الموانع، فصلاته صحيح، هذا عامي. فأنت طالب علم تسأل عن هذه المسائل ولا تعرفها، تريد أن تعلم الناس التوحيد، أنت ما تعرف التوحيد؟ ما يصلح. فلا بد أن نضبط التعريف الشرعي التي عرفها لنا العلماء. نعم ما يذكر تعريف توحيد الأسماء والصفات. نعم إفراد الله سبحانه وتعالى به بما سمى وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما أنفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. لو قلت تشبيه قلنا نعم. تفضل افسح لأخيكم إجابة. الذي لا يجلس شيء هذا ما يتكلم، هذا مفروض صحيح. اللي في ريحته لا يوجد شيء ما يتكلم. ثلاث شعارات ما تعد يعني شيء. نعم طيب بعد هذا نعم أنواع الدعاء. القسم أي قسم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في لماذا ندرس التوحيد. وقلنا أن المؤلف
كل مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يركز على هذه المسألة، أن هناك بنو حارث جعلت السنة والجماعة تعليم الناس التوحيد، تعليم التوحيد، فقل التوحيد عرفناه ونزعنا علم الناس التوحيد وكذا وكذا وكذا، ولماذا هذه الأمور؟ وإذا ذكر الله وحده اطمأنست قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه لهم يستبشرون. والله لا تنظر مثلا مؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله في كتاب القواعد الفقهية في منهج السالكين، قواعد فقهية فقه يعني أصول فقه وقواعد ذكر فيه منهج السالكين، كتاب في الفقه في أول هذا الكتاب سواء كان في القواعد أو لا يذكر التوحيد، حتى عندما تأتي أمثلة في القواعد الفقهية يمثل بماذا؟ بأمور التوحيد. أصل عبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد. نعم، هذا القسم الثالث الرابع شرع المؤلف في بيان الأصول الثلاثة، وهذه من عادة التأليف يجمع ثم بعد هذا يفصل منها الدعاء. الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء دعاء عبادة صرف لغير الله تلك الكتبه كمن صلى وصام وحج لغير الله، ودعاء مسألة، ودعاء المسألة قلنا ينقسم إلى قسمين، فيما لا تدعي إلا الله صرف لغير الله تلك الكتبه، وفيما أبدع على المخلوق قلنا يصح بشروط أربعة، أن يكون حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سر، إذا اختلف شرط من هذه الشروط الأربعة ينتقل من الجواز إلى الشرك. قلنا مثل الدعاء يعني دعاء المسألة فيما أبدع على المخلوق الاستعانة والاستعادة والاستغاثة والشفاعة كما ذكر الشيخ ابن عدي رحمه الله تعالى، يصح أن تطلب من المخلوق في نقد العين شروط أربعة حي وحاضر وقارئ وتعتقد أنه سبب. أقالنا أقسام الناس في اعتقاد الأسباب، أقسام الناس في اعتقاد الأسباب ثلاثة، الأول صحيح وشرك أكبر وشرك أصغر، الصحيح يعتقد أنها الأسباب أنها أسباب وجعلها الله سبحانه وتعالى من أسباب شرعية كالرقية وحسية كالدواء. طيب، وإذا اعتقد أن السبب مؤثر بذاته شرك أكبر، وإذا اعتقد أنه سبب الله سبحانه ومجعل السبب هذا شرك أصغر، وهذا سوف يأتي معنا مهم جدا في تعليق الخيوط والودع والتمائم ورأس الثوب وعن الذئاب والحافر والإطارات السيارات الإطارات القديمة وبعض الأشجار وبعض الكتابات وغيرها، هذا مهم جدا. طيب، الثاني الخوف، الخوف ينقسم إلى ثلاث أقسام، خوف عبادة وتعظيم وسر، خوف عبادة وتعظيم وسر، فلا تخافوا مقامهم، خوف عبادة وتعظيم وسر، صرف الغير لا شرك فيه. الثاني خوف طبيعي جبلي جائز لا لا معنى له، كالخوف من اللصوص من قطاع الطريق، الخوف من النار، الخوف من السبع، تخاف من الأسد مثلا من الكلب، صح هذا خوف طبيعي. القسم الثالث من الخوف خوف محرم، هو الخوف المؤدي إلى القنوط من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. القنوط يلبس عليك الشيطان، يعني يقول يا فلان أنت الآن تتظاهر بالتقوى والصلاح والاستقامة، تظاهر أنك طالب علم، وبالأمس صنعت كذا، واليوم صنعت كذا، وفي النية أنك تصنع كذا، فهذا يعني يقول طيب ماذا نصنع؟ اترك الصلاة، اجعلها كلها معاصي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الشيطان يريد قنطة، لا تقنط، هذا خوف حرم أو طاعة المخلوق في معصية الخالق. فوالد هذا قال له ما تحضر صلاة الجماعة، ما تصلي مع الجماعة، يقول سمع القاء صحيح؟ لا، قل لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، والآن أطيعه في غير معصية الله، هذا معصية الله ما يمكن تطيعه، أصلا الجماعة لا يمكن. طيب، هذا الخوف أنواع الخوف ثلاثة، خوف عبادة وتعظيم الشرك صرف الغيبة من الشرك الأكبر، خوف طبيعي جبلي جائز لا لمع للأب، خوف من النصوص من قطاع الطريق، خوف من النار. الثالث خوف محرم، هو الخوف المؤدي إلى القنوط برحمة الله وطاعة المخلوق في معصية الخالق. الذبح
عندنا ذبح لله هذه واضاحي وعقيقه وصدقات، وذبح لغير الله محبه وتعظيم، ذبح للجن لاصحاب القبور. وعندنا ذبح جائز يذبح حتى يذبح للتجار يعلمهم، ذبح جائز. النذر، النذر ينقسم الى قسمين، نذر لله ونذر لغير الله. النذر لغير الله شرك، وبعض العلماء رحمه الله تعالى يلحق هذا النذر لغير الله بالحلف بغير الله، يعني شرك اصغر، وبعضهم يرى انه شرك اكبر، انه لم يعني يتلفظ بهذا النذر وانذر لهذا الا هو يعظم، تعظيمه هذا شرك اكبر. طيب عموما الان نريد ان نضبط هذا. النذر ينقسم الى قسمين، نذر لله ونذر لغير الله، اقسام النذر. اذا اخذنا الدعاء والخوف والذبح والنذر. التوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقه به والاخذ بالاسباب المشروعه. صدق وثقه واخذ بالاسباب المشروعه. التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع الثقه به والاخذ بالاسباب. هذا الان لنا نحفظ القران. وقرانا متوكلا صادق واثق في قرارة نفسه ان الله ميسر له حفظ القران اليوم وبعد سنه. ثم اخذ ياخذ بالاسباب، في كل يوم يحفظ يراجع له شيخ يعلم عليه القران، فهذا متوكل. لكن هذا الاخ قرانا متوكلا يراجع في كل يوم؟ لا. يا اخي راجع، لابد ان يكون لك شيخ تعب على القران في كل يوم وكذا، او من تراجع معه. لا، انا انام ولعل استيقظ اكون مثل شيخ الاسلام، احفظ الكتاب والسنه، يعني اقل الناس السنه. هذا متواكل. اذا التوكل لابد فيه من شهاده، صدق، ثقه، اخذ الاسباب المشروعه على الممنوع. الخشيه هي خوف، لكن خوف بعلم، انما يخشى الله من عباد العلماء. اذا الخشيه الخوف المبني على العلم عرفت من الشر كمان سلطان. طيب ثم بعد هذا ذكر المؤلف هذا الاصل الاول. الاصل الثاني، من يذكر الاصل الثاني من صور الثلاثه؟ من يعرف اخوان؟ نعم اخي. النبي صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك. هو ذكر هذا الاصل الثالث معرفه النبي عليه الصلاه والسلام. اي القوة. نعم. معرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة دين الإسلام بالأدلة. يأتيك إنسان يقول مسلم، إيش تقول؟ تقول نعم. قال ما هو الإسلام اللي تدعي؟ ما هو الإسلام؟ اللي تدعي؟ ما هو الإسلام؟ لابد تعرف ما هو الإسلام. والله أرادوا، وهذا يعرف من يقيم في بلاد الكفر، أرادوا أن يوصل المسلمين إلى ما؟ إلى أنه لا يعرف شيء عن الإسلام، لا شيء إلا أنه مسلم، يعني لا نيه، لا يعرف شيء عن الإسلام، لا توحيد ولا صلاة ولا يعرف من نبي هذه الأمة ولا شيء، لا يعرف عن الإسلام إلا أنه مسلم. سلام ما يعرف حتى ما هو الإسلام. هل هذا مسلم؟ لا. فاسأله، اسأله قل ما هو الإسلام؟ فالإسلام هو الاستسلام لله، تسلم لله. ما معنى هذا؟ ليس أن تعترف وتقول لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات؟ لا. فإذا جاء إنسان وقال لماذا نصلي الفجر؟ قل أنت مسلم؟ إذا قال نعم، تقول الاستسلام لله أن تعرف ما تعترف، تقول سمعا وطاعة، صحيح؟ أي نعم؟ استسلام لله، لماذا؟ توحيد، أخذنا التوحيد وأقسام التوحيد. استسلام لله بالتوحيد، ولا انقياد. يقول لا ينفع فقط، لابد من عمل. تعمل وانقاد له بالطاعة، وضد الطاعة المعصية. يقول أنه مسلم ولكن يعصي، لا صلاة مثلا
رسم الصلاة كلها ما يصلي، ترك الصلاة الكلية كفر أكبر. والثالثة هو الطعن، والثالثة البراءة من الشرك، وهي هذا تقدم. إذا الإسلام استسلام لله بالتوحيد، والانقياد له والطاعة براءة من الشرك واحد، هذا هو الإسلام. فالمسلم ما يصنع؟ يستسلم وينقاد بالطاعة والطاعة المعصية ويبرأ من الشرك واحد، هذا هو المسلم. ما هي مراتب الدين؟ ما شاء الله. طيب نعم كم أول شيء؟ كم ثلاثة أربعة خمسة؟ ثلاثة مراتب الدين، ثلاثة. إسلام، وأعلى من الإسلام إيمان، وأعلى من الإيمان إحسان. إسلام وإيمان وإحسان، هذه مراتب الدين، ثلاث مراتب، وكل مرتبة لها أركان. فتح الله عليك. طيب أركان الإسلام، أركان الإسلام أخواني والبقية ما بسمع مشكلة. نعم أنت شاء أي والله. كم أركان الإسلام؟ خمس. أركان الإسلام تعجبه؟ الله من بعد طول أنا أسأل من أركان الإسلام؟ واحد قال لي ثلاثة. هذا يصل يوصلون لها. أنا أعرف يعني أركان الإسلام الله استطاع عندها بعض. وبعد هذا قال ما يدري عن علم الناس التوحيد عرفنا. نعم أركان الإسلام خمس. شهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ قل لك تعرف تشهد؟ قل نعم. قال ما معنى هذه الشهادة؟ قل ما أدري. نعم شهادة لا إله إلا الله لا معبود بحق، لا معبود بحق. لماذا يقول معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق؟ لماذا؟ فلو قال هذا معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله صح الخبر،